ايه رايك بقى في البادي ده؟ انا اللي قصه بايدي. قولي لي ايه رايك؟ هيبقى تحفه عليكي. بصي بس، بصي شوفي الجمال، ها شوفي، ها انتي لسه متضايقه من حكايه الجامعه دي؟ عارف يا حلمي، انا اوقات بسال نفسي انا عملت ايه غلط عشان خاطر يحصل فيا كده. ايه الحاجه اللي انا عملتها تخلي دنيتي تتشقلب بالمنظر ده؟ مش عارفه ابص في عين صحابي، مش عارفه اخرج معاهم، مش عارفه البس لبسهم، انا مش عارفه اخش الجامعه. انت متخيل منظري بيبقى عامل ازاي كل يوم وانا مش عارفه اخش الجامعه؟ اقول لك حاجه، بلاش جامعه خالص. اوعى تقولي كده، انت هترجع الجامعه، انت مش اقل من اي حد فيه. متشغليش بالك، انا هتصرف في حكايه المصاريف دي. المصرف كام؟ 70,000 جنيه. بسيط. طيب انت معاكي فكه 100,000 وتجيبي الباقي؟ مش معايا، ما اعتقدش ان هم معاك اصلا. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين ما يرتاحوا هم كمان. فين ده يا رحيم؟ في الحفظ والصون. إيه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا أنا عايز أقول لك أنت إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضيلك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها. زي ما أنتوا كمان خنتوها. آه، عشان كده بقى قتلتها. قول، ما تخافش قول. وانت تعرف عني يا عمدة اني لو قتلت هخاف اقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي انت بتسجل لي بيه ده علشان عيب. اسجل مين؟ اصلا ما فيهوش مساحة، اصله مليان بفيديوهاتي انا وداليا. الله، ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعة. احنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. واحنا عمرنا تلمينا اللمة الحلوة دي إلا وكان الشيطان فيها. أو خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني.
يعني نعلق كل المصايب على شماعة اللي راحت وفي الآخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت؟ ده إيه الحلاوة دي؟ لا 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 تاخذنيش يا رحيم، أنا ماليش دعوة بالقصص والروايات دي، إحنا إخوات. وأنا قلت لك أخويا اللي هتطلبه مني هنفذهولك، حقك. طب وأنت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك أخويا. بجهزهم لك أخويا؟ مالك بتهر كده، ما تجمد شوية، في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة إحنا مالناش في الحاجات دي، إحنا نقعد مع بعض ونتكلم، واللي عنده حاجة يقولها. أنا اللي عندي تقال. أشوفكم العزا الجاي إن شاء الله. البقاء لله. بقول لك يا هشام، ما تيجي ننزل نقعد في القهوه نشرب لنا كوبايتين شاي كده ونضرب لنا حجرين؟ انا مش رايق خالص النهارده يا حلمي، اعتبرنا في القهوه وانا عامل لك اللي انت عايزه. طب بقول لك ايه، انا عايزك في مصلحه. مصلحه ايه خير؟ عايزك تجيب لنا بضاعه نشتغل فيها. لا 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 لا، مش هينفع خالص اليومين دول. ليه؟ ما ده الحوار اللي مقعدني هنا. اليوم اللي اتخطفت فيه كان معايا بضاعه، معرفش بقى اللي اسمه سعد ده صرفها ولا الحكومه هي اللي حرزتها. المهم ان اصحاب البضاعه دي مش عايزين فلوسها دلوقتي، اللي عايزين رقبتنا. عندهم حق. وانا ناقصك يا حلمي. مين صحاب البضاعة دول؟ الناس كده باخد منهم بضاعة وخلاص. مين يعني؟ ما تنطق. عيلة ابو وردة. ايه؟ ابو وردة؟ ابو وردة هشام؟ ما خلاص بقى يا حلمي، اللي جرى الله. خرب بيتك يا هشام. ابو وردة عارف ان انا بشتغل معاك؟ لا 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 لا، ما يعرفش اي حاجه. هو كل اللي ليه ان انا اخد بضاعه اديله مكانها فلوس، غير كده ولا ليه فيه. ابو وردة، يا نهار اسود، وهنتصرف في المصيبه دي ازاي؟ ربنا يستر بقى، ربنا يستر. يا رب يكون اللبس اللي جبتهولك عجبك. شكرا يا رحيم. ما قلتليش بقى، لو كل دول كانوا في عزاها، امال مين اللي قتلها؟ هو انت فاكره ان اللي هيقتلها ده مش هيحضر عزاها؟ ده لازم يكون اول واحد موجود بياخد العزا. طب مش انت بتقول شفت اللي قتلها؟ ما بلغتش عنه ليه؟ يعني عايزاني اروح القسم اسلم لهم نفسي تسليم اهالي؟ قال لهم أنا يا جدعان كنت موجود في الشركة في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه الست؟ أنا اللي ممكن أعمل كده؟ داليا، أنت بتشكي فيا؟ لا يا رحيم، أنا بس عايزة أفهم. عاوزة تفهمي إيه بالظبط؟ عايزة أعرف لو كانت أمينة ورا كل اللي حصل لي ده، بعد ما ماتت أنا هفضل كده هربانة على طول؟ بس أنا وعدتك إن الموضوع ده هيخلص قريب. بس أنا خايفة، حاسة كأني لسه في السجن. خايفة وأنا معاكي. أنا خايفة علشان أنت مش معايا، خايفة من كل صوت خطوة، من كل صوت فتحة باب، خايفة في أي لحظة يدخل عليا البوليس. محدش هيقدر ياخدك مني تاني أبداً. تقصد مين؟ أقصد أي حد. بس المهم أنت يا داليا، أنت عايزة إيه؟ على العموم أنا مش عايز أسمع ردك دلوقتي، عاوز أسمعه من غير أي ضغوط عليكي، يعني بعد ما أثبت برادتك. انت عرفت منين ان داليا مع رحيم؟ مش مهم عرفت منين، المهم ان اللي عمله رحيم ده
بيورطها أكتر. أنا مش فاهمة هو عمل كده ليه؟ وإيه اللي خلاه يهربها؟ وليه ما كلمتنيش؟ هو ده رحيم بيضغط عليها علشان ترجع له. رحيم مش بيفكر غير في مصلحته هو وبس. أوكي رحيم بيلعبها معايا ماشي. اسمع يا عماد، أنا ماليش دعوة بقى بأي حاجة بينكم، أنا بنتي عايزاها ترجع لي. أنت عايزة داليا وأنا عايز داليا، اللي واقف بيننا هو رحيم. لو كلمتك وهي أكيد هتكلمك، قولي لها إن مفيش حد غيري يقدر يحميها، ورحيم ده ما يقدرش يحمي حتى نفسه. أوكي؟ بعد إذنك. رحيم لازم يعرف. رحيم مش لازم يعرف أي حاجة، ده لو عرف ممكن يموتني فيها حلمي. ولما أنت عارف كده راح تشتغل معاهم ليه؟ راح تشتغل مع اللي قتلوا أختك وجوزها ولا نسيت؟ عمري ما نسيت يا حلمي، عمري ما نسيت، بس أعمل إيه يعني؟ حوار ولبست فيه، فلوس وصلت ومارك صرتها وهم دخلوني في الحوار ده. تقوم تشتغل معاهم، تشتغل مع أبو وردة، أبو وردة هشام. ما خلاص بقى يا حلمي، أنت مكبر الموضوع ليه؟ فكك. هفكني وأكبر الموضوع؟ رحيم لما يعرف هينيل الدنيا. اللي بيننا وبينه مش خناقة، ده دم. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا هشام، الله يخرب بيتك. بتفكر في ايه؟ بيتهيألي دلوقتي بقى واضح جدا ان الشخص اللي كان بيكلمك في التليفون هو نفس الشخص اللي كان بيبعت لي رسائل، وزي ما كان ورا خطف هشام اخويا كان هو برضو اللي ورا حكاية شنطة المخدرات ومحاولة قتلك في الاسم. طيب تفتكر ده هيتغير بعد موت أمينة؟ على الأقل هنفهم. لو كانت أمينة ورا كل اللي بيحصل ده يبقى أكيد كل حاجة هتقف. أيوة بس ده مش هيظهر براءتي.